من أهم مواضيع حلقتي هذا الأسبوع: الماراثون العمودي في دبي جمع أكثر من ربع مليون درهم من أجل أبحاث السكري، دورة كأس الكرة الشاطئية تحتفل بعيدها العاشر، ورشات غذائية تروج للياقة وقهر السمنة من دون الحاجة لجراحة، وأخيراً نأخذكم في جولة تلتقون فيها عارضات ومصممي أزياء في فاشن فورورد 2014. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، أنا سوسن سعد، رح أكون كتير مبسوطة أني أخذكم بحلقة جديدة من أخبار خفيفة ومفيدة في اللياقة، الرياضة، الصحة ونمط الحياة، وكلها بس في شو في ما فيه. عشاق اللياقة البدنية جمعوا في ماراثون دبي العمودي 280 ألف درهم من أجل إبحاث مرض السكري. هذا السباق هو الوحيد من نوعه في دبي، وقد قام المشاركون فيه بصعود 1334 درجة، هي محصلة 52 طابقا في أبراج الإمارات بجميرة. سادريك بيتيس رئيس لجنة العافية في دبي القابضة شرح لنا أهداف دورتي هذا العام. Traditionally, you can run, you can jog, you can swim, but you never climb the stairs. So it's a very iconic event, and it's very special also to be able to climb the stairs for such a beautiful building like the Jumeirah Emirates Towers. I believe Jumeirah Emirates Towers have been hosting the event for the past 11 years, and it's kind of very, very special to be able to see the backside of the building. So it's kind of fun at the same time. طبعا احنا يسرنا ان تعاوننا مع جميره وتليس اللي في المشاركه في الماراثون الخيري اليوم اللي هو بتنظيم من دبي القابضه. طبعا احنا كمؤسسه جليله احنا الجهه الخيريه الرسميه لهذا الحدث، وطبعا جميع التبرعات واللي جمعت من هذا الحدث سوف تذهب لدعم الابحاث الطبيه في دوله الامارات العربيه المتحده، وبالاخص ابحاث مرض السكري. العام تم حصر عدد المشاركين في 200 شخص لدواعي السلامة. في نهاية السباق العمودي سجلنا انطباعات بعض المشاركين والفائزين. ركضنا ال 52، بدينا من هون وطلعنا لفوق وبس. اوكي انا يعني بروح بعمل رياضة. سو كان It was challenging لأنه you know it's different. والله الصراحة تجربة ممتازة كانت، ورغم إني ما تدربت للسباق ولا مرة وجيت أشجع زملائي في الشغل، وأول ما وصلت هني قالوا لي الجماعة لازم تشارك معانا، فشاركنا معهم وكانت تجربة ممتازة. والله من اليوم رايح بطلع الدرج. والله الاكسبيرينس صراحه كان فظيع، خاصه ان احنا قاعدين نحضر حق السباق هذا والماراثون، فرتق الماراثون صار لنا فتره، فمن ناحيه حتى التريننج كان الاكسبيرينس، احنا حتى انترنالي كشركه كان في كومبيتيشن بين التيمز وهذا، فكل واحد كان يحضر فعملناها كانترنال كومبيتيشن، فهذا تعرف يساعد على ان توعية التعب الصحة والهيلث والفتنس هذا امونج حتى الكوبريشن والتيمز في الشركة. التبرعات التي جمعت من هذه الفعالية هذا العام ستحول إلى مؤسسة جليلة لدعم الأبحاث الخاصة بمرض السكري بالأساس. مؤسسة جليلة أقيمت بتوجيه من سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء وحاكم دبي. ستمائة وخمسة وأربعون مريضاً في مستشفيات عامة وخاصة في دبي يتلقون مساعدات طبية تقدر قيمتها بأربعة فاصل خمسة مليون درهم. جعلت ذلك واقعاً ملموساً هيئة دبي للصحة عن طريق برنامج مساعدة
تمد الهيئة يد المساعدة بواسطة هذا البرنامج إلى السكان المحليين والمقيمين المحتاجين للعلاج الطبي وتعوزهم الإمكانيات المادية. المهندس عيسى الميدور المدير العام لهيئة دبي للصحة أبرز أهمية هذه المبادرة في تخفيف معاناة المحتاجين، وأشاد بدور برنامج مساعدة في تحقيق هذا الهدف، وقال إن هذا البرنامج جعل بإمكان المحتاجين الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية. دورة كأس الكرة الشاطئية احتفلت بعيدها العاشر في دبي في شهر إبريل الحالي. الفعالية استمرت يومين وجمعت 4 فرق متميزة في حلبة شاسعة أقيمت للغرض في فضاء رياضة القفز بالمظلات في دبي بحضور جمهور يعشق كرة الشاطئ. المتمركزة في دبي هي صاحبة الفكرة الأصلية لهذه الفعالية التي جابت أرجاء مختلفة من العالم منذ دورتها الأولى عام 2004، وها هي قد عادت في نهاية الأسبوع الماضي إلى دبي المدينة الحاضنة الأولى في احتفال مميز بمناسبة العيد العاشر لإطلاقها. الاحتفال كان مدعوماً من مجلس دبي الرياضي، جمهور كثير جاء لمتابعة فعاليات هذه الدورة، وقد لاحظنا حتى وجود نجوم من هوليوود كانوا من بين الحاضرين مثل عدد من أبطال سلسلة أفلام فاست أند فيوريوس، جاء للاستمتاع بهذه اللعبة. This is awesome. I've never seen it in such a laid back setting. You know, you're right by the beach. They do it at a nice time where you get to see the sunset. It's a good vibe. I like it. It's laid back. سام كتيلا المنظم وباعث ماميمو للإنتاج تحدث لفيزيك تي في عن احتفالية هذا العام. أخذنا المكان تبع سكاي دايف دبي، المنظر بجنن، ورانا البالم آيلاند، قدامنا السكاي لاند تبع دبي الجديدة، وعندك اليختين كلاب تبع المينا السياحي هون. ما في أحلى من هيك مكان اللي حصلناه. شكرا لسكاي دايف دبي اللي عطونا للمكان. وهذا الإيفنت هاي السنة 10 سنين، إحنا بدينا 2004 أول مرة بالعالم حصل بالبيتش بولو بالعالم هون في دبي، وإسا بعد 10 سنين رح نكون أكبر بيتش بولو بالعالم. إنه هو حصل إسا فوق 30 دولة بالعالم عم بيلعبوا البيتش بولو، إنه هاي السنة شيء مهم. هاي السنة بسموها هيستوريكال، إنه رح نكون معنا فاير ووك شو، رح يكون عنا لايتينج شو، رح نلعب في الليل مش في النهار، الشمس نزلت ما في حر هالقد، إنه في كتير شغلات غيرناها. حتى الكيدز كلاب رح يكون أكبر من السنة الماضية، وتعلمنا في شغلات اللي إحنا بجدناها، في شغلات تعلمناها نعملها أحسن من هيك، والحمد لله كله ثبت على بعض. وهي نحن هون بالمكان الحلو، شكرا لدبي سبورتس كونسل، شكرا للدولة دولة الإمارات إنه أعطونا الفرصة نقدر نعمل هذا الشيء. من الفرق الأربعة المتبارية، فريق فيستاجيت بومباردير كان هو الفائز بكأس هذا العام. محمد الحبتور الذي قاد الفريق إلى الفوز حدثنا عن هذا الانتصار. من 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 اهم الاشياء اللي راح تصير في بطوله الشاطئ للبولو، رقم واحد نحن كدوله الامارات ودبي بالخاصه اول من ابتكر فكره البيتش بولو. صح ان كانوا معظم اللعيبه ضد الفكره لان الخيل تتعب في اللعب في نفس الرمل، لان ريل الخيل تغوص في الرمل فتتعب. فنحن شو سوينا؟ حطينا خيول سبير يكون نغيرن بخلال دقيقتين، بالاضافه ان نقصنا الوقت من 7 دقائق ونص ل 6 دقائق ونص. فتقريبا الحين عندك انت الجمهور قريب من اللعيبه، اختلف كثير عن ان ما يكون تلعب في ملاعب العاديه اللي هو يصير المباراه واللعب في زاويه اخرى من الملعب وبعيد عنك وما تعرف بالضبط شو اللي صاير.
يحافظون على اللياقة. هل تفضلون الرياضة أم التمرين بالقاعة أو ربما الاثنين معا؟ فيزيك تي في ألقت هذه الأسئلة وجمعت لكم هذه الإجابات. If you want to play this sport, you have to go to the gym. I mean, we go to the gym. Of course, we don't go to the gym to build muscles like bodybuilding, but we go to get fit for this game. And we try to, you know, just activate some muscles that nobody even know where they are. And when you play these ones, you have lots of muscles that they move in your body. Because when you stop playing polo for a few months and then you start again, then you feel the pain in all your body. The gym is essential for any sport. Sports. I prefer tennis because it's an outdoor sport and it's better. And here in Dubai, everything that is outside is nice. So I prefer doing outside activities. نحن بنحب البولو وكثير مبسوطين انه عندنا فرصة نحضر البولو هلا على البحر على البيتش. ومثل ما قلنا هلا اهم شيء الصحة والرياضة. ونحن بنلعب سبور بنلعب فوتبول، فأهم شيء واحد يضل اكتف وياكل مزبوط ويتمرن مزبوط. All kinds of sports really. Enjoy tennis, a little bit of gym. My friend here is a regular at the gym. I love watching sport, but I actually like going to the gym. Well, I don't know if I like going to the gym, but I feel I need to go to the gym. So I tend to go 3 or 4 times a week. بعد الفاصل نأتيكم بمزيد من أخبار الرياضة والتغذية ونأخذكم في جولة في عالم الموضة وعروض الأزياء مع Fashion Forward 2014. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد بشوفي ما في. كونوا لائقين من دون جراحة، هذا هو موضوع سلسلة الورشات التي استضافتها هيئة الصحة بدبي لتعرفي بكيفية إنقاص الوزن بالطرق الطبيعية. هذه المبادرة كانت جزءا من برنامج توعوي احتفالا بيوم الصحة العالمي الذي يحل في شهر إبريل من كل عام. الورشات التي كلمناكم عنها أقيمت في مستشفى حتى معهد دبي للسيدات، مركز المطار الصحي، نقل الإمارات ومول البرشاء. ألفرا بن كتا مديرة قسم التغذية السريرية بمستشفى راشد أوضحت أن الهدف من هذا البرنامج هو إرشاد الناس إلى طرق الطبخ الصحي وتعديلات نمط الحياة لإبقاء أوزانهم تحت السيطرة. ألفرا أكدت أن الجراحة يجب التفكير فيها فقط في صورة فشل كل الطرق الطبيعية لإنقاص الوزن، كما أضافت أنه إذا كانت الجراحة ضرورية لبعض الحالات فإنه لا يجب اختيارها كحل ثابت وصالح لكل حالات إنقاص الوزن، وقالت إن الحل الدائم الوحيد هو حسن إدارة نمط الحياة. في هذه الورشات تم كذلك شرح فوائد التمرين المنتظم في السيطرة على الوزن واكتساب اللياقة والرشاقة والحفاظ على الصحة. كشفت دراسة حديثة أن إدماج الزنجبيل في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تعديل منسوب السكر في الدم لدى مرضى الصنف الثاني من السكري. الزنجبيل ظل يستعمل منذ قديم الأزمنة في التخفيف من حدة الزكام ومن آلام المفاصل وفي معالجة الدوار. الجديد الآن اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا حبات الزنجبيل لاحظوا انخفاضاً ملحوظاً في نسبة السكر في دمهم بعد 8 أسابيع. الباحثون فسروا ذلك بإمكانية طرح هذا النوع من التوابل إنزيماً يقضي على جزيئات الجلوكوز المخزنة والمعروفة باسم جليكوجان، وعندما يتفتت الجليكوجان يسترجع الدم توازنه فيما يتعلق بمعدل السكر فيه. وهكذا يكون لهذا الإنزيم الذي يحتويه الزنجبيل الفضل في تعديل نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من الصنف الثاني. ومع ذلك نبه الباحثون من يتناولون أدوية لها علاقة بتخثر أو سيولة الدم إلى عدم تناول الزنجبيل لأنه يمكن أن تنتج عنه مضاعفات غير مفيدة في تلك الحالات. المسابقة الأولى المفتوحة للعموم في الإمارات للمصارعة الحرة ماس رسلينج أقيمت في منتجع شيراتون بشاطئ جميرة في دبي منذ أيام،
ماس رسلينج رياضة تحظى بشعبية كبيرة في روسيا وتعتبر رياضة وطنية في إقليم ياقوتيا، وقد تم تسجيلها عام 2003 ضمن سجل كل رياضات روسيا، وحظيت برعاية الفيدرالية العالمية لهذا النوع من المصارعة. ومع تزايد عدد السواح الروس الزائرين لدبي، يقول مانويل غارسيا من مجموعة شيراتون إنه من المهم بالنسبة إليهم تنظيم أنشطة رياضية يمكن أن يستمتع بها ضيوفهم. الفعالية الأخيرة التي نختم بها حلقة هذا الأسبوع هي من عالم الموضة والأناقة والجمال، إنه ملتقى فاشن فورورد في عامه الثالث. لقد برهنت هذه الفعالية عن نجاح متزايد وأصبحت تعد واحدة من أنجح فعاليات الموضة في المنطقة. الهدف الأول للفعالية هو تعريف إبداعات مصممي الأزياء في الشرق الأوسط الصاعدين منهم والمشهورين. على مدى الأيام الثلاثة التي استغرقتها الفعالية، تابع عشاق الموضة من النساء والرجال والمهتمون بابتكارات المصممين عروضاً متنوعة وحفلات إطلاق خطوط مختلفة وأحاديث ومناقشات مع خبراء عالميين في مجال الموضة وتصميم الأزياء. فيزيك تي في واكبت مختلف فقرات هذا الحدث الهام، وكان لمبعوثيها جوري بكر وفراس عباس لقاءات هناك مع مسؤولين ومصممين وعارضات. So can you tell us a little bit about Fashion Forward and who brought the idea to Dubai? Well, it's homegrown. I mean, it's an idea that has percolated, and as a result really of a collective effort. You know, I'm friends with a lot of the designers in the region, and I was first in the business of fashion, and obviously I'm also in event production. So I simply combined two fields that are very dear to me, fashion and events. And with the support of the fashion designers community, we banded together and decided to really launch our own platform, because we feel that we deserve one. And the Middle East and Dubai is a very dynamic market, and it needs its own fashion heroes. And as you can see, with just really under a year of doing this in our third season, we've come a long way, and it looks like we're gonna get larger and better with obviously the support of Dubai Design District, the government, and all our sponsors, and then the international community. It's just great. This whole 3 days have been amazing, you know? If anything, it was like a journey to another planet, you know? It totally defines the next era of fashion. Very innovative, you know? There's a lot of new fashion designers coming in. There's also a lot of, you know, just energy going on from old designers to new designers collaborating. With the lovely fashionista and our lovely presenter, Gabriella. Hi, nice to see you, Jory. You too. But you're at the right place, because this is like so trendy. Everyone's super fashionable. So you have been here for the 3 days, right? Yeah. What is your favorite show? Definitely Amato. Oh my God, I couldn't believe like how many creations he designed in all the different colors with all these crystals and Swarovski. And it wasn't over the top, even though there was a lot of bling. It was still classy, it was still stylish, and not cheap, right? Yeah. So I really like that. Every year he does the same thing. He always surprises us. Hi, Joanna. Hi. Do you usually attend the Fashion Forward? I do. I've been in Dubai for the last 6 years, so I've pretty much attended every fashion or fashionistas event that
Do you also follow the latest fashion collections? Definitely. Basically, هذه السنة الثانية اللي أنا بشارك أو بندع على هيك إيفنت وأكيد مبسوط كتير لأنه بنشوف أشياء كتير حلوة. بما أنه نحن بعالم الميديا وإنترتينمنت وموفيز وهذا العالم بحاجة كتير ليكون أب تو ديت بالفاشن اللي عم ينزل. فبعتقد أنه ما في أحسن من أنه نتابع شو عم يصير وهيك بناخد أفكار كتير للأفلام أو للميوزك فيديوز. لما نصورها وهيك انا دائما اصلا كنت بلوس انجلوس كمان كنت حضرت الفاشن هونيك فاشن فورورد وكان كتير حلو. ان شاء الله يكون هو نفس الشيء متميز لانه بتعودنا انه يكون حلو وان شاء الله يعني حابب الاجواء كتير ومبسوط فيكم بصراحه. هون كتير حابب كتير اكسايتنج لاشوف اماتو كتير يعني بصراحه ما بدي اكون متعصب للموضوع يعني بس لانه كتير بحب شغله بحب جنونه وبحب تفاصيل اللي بيعملها بيشتغل كتير على ديتيلز على الاكسسوريز وبعتقد ان شاء الله يمكن يكون في تعاون بينه وبينه بشيء هيك مجنون شوي سو لازم يكون متميز هالمره لانه حاسس قلبي حاسسني رح يكون في شيء حلو اللي ما رأي كتير حلو بس بعتقد اللي جاي حيكون احلى. Hello Aiden, I know that you have been modeling here for quite a few years. Can you tell us how you stay fit and healthy? But Jerry, it's not a secret. Yeah, it's not a secret. It's everyone. I eat well and I train well. So it's a combination of two. You can't have a good body without the other one. You have to have both of them, training and eating well. Fashion in Dubai عم تقوى أكثر وأكثر, especially مع Fashion Forward. Wow, new designers اللي عم نشوفهم جديد ومع new colors, new shapes, new designs يعني كله عم يكون أحلى من سنة لسنة. وشو كان أحسن شو بالنسبة لك؟ كلهم كانوا حلوين بس ما فيك تسأليني هيك سؤال. لا فيني كلنا عايزين نعرف إيه أحسن شو عجبك بالفاشن فورورد. لكن كل شو كان different so كلهم كانوا حلوين كلهم. Your body is what God gave you, and you know, I mean, and if you have a beautiful body, all you need is sort of a t-shirt and a nice pair of pants. Yeah, or a nice dress. That's amazing collection. Thank you, Tahar Sultan, for your design. Thank you. Thank you so much. من جديد هذه أهم عناوين ما عرضنا عليكم من أخبار. ماراثون دبي العمودي جمع 280 ألف درهم لفائدة أبحاث مرض السكري. دورة كأس الكرة الشاطئية احتفلت بعيدها العاشر. ورش أغذية في دبي دعت إلى إنقاص الوزن بالوسائل الطبيعية بدل الجراحة. ونقلنا لكم أجواء فعالية فاشن فورورد 2014 لعروض وتصميم الأزياء. وبهيك مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقة هالأسبوع. لمعرفة المزيد عن برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني ولكل تعليقاتكم ومشاركاتكم افتحوا صفحاتنا للتواصل الاجتماعي. أنا سوسن سعد بتمنى لكم مشاهدة جميلة وممتعة لبقية برامجنا على فيزيك تي في. شكراً لكم ولمتابعتكم. إلى اللقاء في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من شوفي ما فيه.